أحسن الله إليكم ونفع بعلمكم. سائلة من القريات مها العنزي تقول: من أين تؤخذ حصى الجمار؟ وما صفته؟ وما حكم غسله؟ ربما قصدت غسل الحصى. حصى الجمار يؤخذ من أي مكان من الحرم، يؤخذ من أي مكان من الحرم، ليس له موضع معين. كل حصى الحرم يجزي الرمي به، سواء أخذه من مزدلفة أو من الطريق بين مزدلفة ومنى، أو أخذه من منى، كل ذلك يحصل به المقصود والحمد لله. وصفته أن يكون متوسطا بين الكبار والصغار، مثل حصى الخلف أي الذي يخلف على الأصابع. وقد قدره الفقهاء بأنه أكبر من الحمص بقليل، هذه صفة حصى الجمار، ولا يشرع غسله، لا يشرع غسل حصى الجمار لأنه أصله طاهر، فلا ولم يرد دليل بأنه يغسل. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم التقطت له حصيات الجمار وأخذها بكفه الشريف ولم يذكر أنه غسلها. نعم.